حاسس بتوتر ولا امني مش مستد قلبي بيدق بسرعة دب دب يا ترى دخلت في باد تريب ولا البلد دي قلبت سيرك سقف الانبهار فيها فرتك الترنج في كل خطوة بتموت حتة في قلبي الناس في الشارع شبه الزومبي والعالم حوالينا بيجري واحنا لسه علينا بدري عايشين وبناوح في العصر الحجري انا مش هستغرب لو شفت ديناصور او بطريق عالناصية وبيسكور انا مش هستغرب لو شفت ديناصور او بطريق عالناصية وبيسكور جريت من الديناصور ورحت لاب الهول خبطت عليه صحته من 7000 سنة نوم حكيت له عن حالنا واحوالنا واللي وصلنا له في زماننا وعن قد ايه احنا اتبهدلنا واتهنى من اثر الصدمة ابو الهول جات له جلطة وضغط وكوليسترول وشال الرعاش من الاوباش اللي خلوها ما تسواش قلت له امسك نفسك ارجوك ما تسيبناش اخر كلمه قالها لي بحسره وتحفظ شديد اجريت من هنا اروح العب بعيد ده انا لولا دماغي اللي ساحت ومناخيري اللي راحت كنت سمعتك صوت جديد انا مش هستغرب لو شفت الديناصور او بطريق عالناصية وبيسكور انا مش هستغرب لو شفت الديناصور او بطريق عالناصية وبيسكور بألف قنوات عشان أقتل الوقت والملل نفس النفاق نفس الفساد نفس الغباء والهبل على أفانا بياكلوا عيش واللي طبل يعيش الأقرع بيقول نفس كلام أبو شعر كانيش بيجيبوا اللي فيهم فينا بعد ما باعوا وعدينا قال إيه بيقول علينا شباب ما عندوش انتماء والموزع بيقول ما ونفس الاسكتش بيتعد بناس بقت علاج مصر طلعت مصدر لو شفت الديناصور او بطريق عالناصية وبيسكور انا مش هستغرب لو شفت الديناصور او بطريق عالناصية وبيسكور انا مش هستغرب لو شفت الديناصور او بطريق